تاع حياتي شكون كان يتصور انه ليكيب ناسيونال باش تصدم في الفينال. انا بدي من الاول مطرح اللانين ناخذ ونعطي خويا مخي كل مره يحكي لي موضوع، كل طرح مخي يفسر لي موضوع اخر. اما من طرح غانا خويا رجعت لك الثقه خويا، عرفتك النور رجع خويا والثقه رجعت، وخاصه جواريتي رجعت لهم الثقه نتاعهم والجرينتا نتاعهم والروح نتاعهم. بدت اللغه جمله واحده صحيح مدغشقر منافس بلي يكون يبقى منافس الكاردو فينال ما نحقروش ياسر. ربحنا 3 بلاش نوافقك صحيح 3 بلاش، واول سكور لنا نفوتو بونتو نوافقك خويا 3 بلاش تسمى سكور باهي وبرشا وتسمى كيما سولان عندك انت ضعيف من ريجل. اما اللي جاي كذا جديد اللي في الدمي فينال بليد ياسر، ولا السنغال وعانا تاريخ مع السنغال، تاريخ خسرتو في الدمي فينال عانا تاريخ مع السنغال. قدرة ربي مش الجرينتا اللي هبطت مدغشقر وغانا، لازم الدوبل، لازم عبيد تكور خويا مش بل ماريو البركات، بلو تعاود تنشفو تعاود بلو مرة أخرى. هذاك الموضوع اللي ينجح تو خاطر بالحق طرح السنغال مواضيع كل نصوره ونفهم خوليش السنغال فابوغي وهاك الموضوع هذاك ناحية من مخك لام زد الناحية خرجوا من مخك جملة واحدة خاطر نجمو الصعيب مش منا نحنا، عندك قلب تجم توصل الفايدة اللي قلب موجود والجرينتا موجودة توصل بعيد بقدرة ربي. هذاك شي يتمنيه ونحن وخلنا نحكيه على الماتش الساعة اللي برومي طون عديناها مش شكل كل لكن دوزيمي طون خويك عبيد هاو تتكور فرق كبير بين برومي طون دوزيمي طون، تقول لذي اش صار لهم ولا اش عطاهم ولا اش وكلهم ولا اللي هو ولا اش حكيه معاهم. برجولية الكيب ناسيونال كانت في جهة معينة ولات في جهة اخرى معينة جملة واحدة، وريت برد حاجة تعجب وفما حاجة تبدلت، فما عباد فهمت غلطتها، فما عباد فهمت رواحها، فهمت اللي لازم تكور ليكيب ناسيونال واللي لازم تكور الماريولا ذي مش الرواح. خلينا نحكي بساعة الماتش وصار فيه والدبريف متاعي على الطرح اليوم. الفورماسيون اللي هبطنا بها فيها شانجمون بركة، مش سميتو على سامي في الكاج معز حسن، على يمين كشيرد على يسار حديدي، في اللاكس كل من برون مرياح، قدامهم السخيري ساسي وغيلان، في الليزيلي خزري مسكني بارابور طلع اللي فات الخزري هبطي بلاس البدري، كراس حربة وحيد طه ياسين نخنيسي. فورماسيون خويا عادات طرح عالمي ملي يكون طرح سنغال طهت فورماسيون هذايا بيغرينت هذايا بقدرة ربي ماكم تعرفوا خويا الكورة فمش حد شيء امبوسيبل، كل شيء تتصور والسيناريو الكل تصورهم خويا وبقدرة ربي فينال كل عادة كل عويد. انا حاجة عجبتني ملي طرفني اللي عطاها مرة أخرى ثقة في معاذ حسن وقف معاه ودز معاه حاجة به انه نشوف اللي طرفني مش ديريكت الملاعب يغلط طيش على جناب تكي على جناب خليه يموت غادي. هذيك الحاجة به عطاها الثقة مرة أخرى فرصة أخرى باش يصلح غلطه، هذيك الحاجة به انه عطاها ثقة مرة أخرى في الجارديان اللي يخلي في ثقة أكبر وفرينا في طرح اليوم فما ثقة فما الأمور ماشية من رجله فرحة بين الجولة بين الجوارات. هذيك الحاجة به فما ضحكة من القلب مش ضحكة صفرة وكهو وعدي وفي الموضوع ويموت غادي. هذيك الحاجة به اللي عجبتني طرح اليوم. الديفونسيريت كمان اخويا قول ما نحبش نحكي عليه ياسر وماكم تعرفوا اخويا كلنا تاع تونس باش ما نحلوش ياسر وما نرجعوش نوير ولا بوفون، خلي اخويا هذا الطرح اكسبتابل بلي يكون اكسبتابل. الديفونسيريت اهم حاجه اللي بالرسم اللي بالحق ديفونسيريتنا اخويا 5 ولا 5 عليها. برون اخويا رجع ثقه في روحه، برون يذكرني في برون نتاع لا غونتواز عام سنين، برون اللي طول في كوره ويقلب في اللعب كيما خاصه بمطولول كيفاش بدل الكوره وقلب اللعب من جهه اليمين اللي صار حاجات نتاع برون اللي ضربهم في لاكونتواس واللي خلى الانترور نتاعو عجبو ستيل نتاعو خلى برشا جمعيات قد طبع فيه. برون رجع ثقة مريح رجع ثقة كاسحين فكوا خويا بريسي وعملوها مصحاح فكوا تكلي وعملوا كل شيء سكروه ديفونس برجو لعتها مصحاح شابو لهم بلي يكون شابو لهم، لكن مازال الرسمي مازال واللي هو طرح السنغال يضرب بنفس الروح واكثر من الروح هذي طرح السنغال قادرة تربي فينال قادرة تربي ذاك شنو نتمناو. لزارير الزوز برميتون عاونوا زيميتون كانت عندهم اسباس اكثر حرية اكثر وصنعوا لبلوسي برشا كور بعتهم الصح هجومين ودفاعين لزارير متاعنا اللي طرح اليوم بارابور الماتشوات اللي فاتوا راهم مريقلين على الخ راهم بالحق مريقلين على الخ. خلينا اخويا من الديفونس عدوا طالوا الوسط اللي كان بالرسمي ما كذبش اللي سامى الوسط يشوف فيه الوسط اللي عادة طرح خايف راهو ليكيب ناسيونال باش عادة طرح خايف، لكن الوسط اليوم كان حاط فرش فرجاني ولا غيلان ولا صخيري برافو فرجاني اليوم في مختلف برابور فرجاني نتاع الماتش اللي فات، غيلان قاعد في مرحلة نتاع تطور كيف فرجاني صخيري نفس الموضوع وسنا بالرسمي عجبني باسيت قصار تبديل اللعب باسيت ورا الظهر
فما كورة اخويا كي تتفرج تقول لكيب ناسيونال بديت ترجع لكيب ناسيونال خذت ثقة في روحها لكيب ناسيونال وفرجتنا في كورة اليوم برجولية تام صح سورتو فرجيني عجبني اخويا وليت عبيت شوط قبل دزويت فما خويا تاخذ فرصة تاخذ خويا تجرب مثال جرب لعبت صفق جابون توكيكا خويا فراب تام صح قبلنا لخويا في 8 دقائق ماركو زبونتو برافو للجوارات ثقة كبيرة هبطوا دوزيام ميتون قلت لكم دوزيام ميتون بارابور بريمي ميتون فرق كبير عباد هبط تحب تربح تحب تخرج الماتش بربح سيرتو جماعي اللي كونترنا مدغشقر كما قبلت بونتو الاول ولات تاكي تحب خويا تنير حب تعمل مواضيع الكل كي عملت كيكا يا عاد كيكا عاد باش تخلي سباس وباش تخلي عاد باش تحل في روحك شانتي كبير وهذاك اللي صار بالتحديد خلت في روح خويا شانتي كبير ومشكله كبيره في الديفونس نتاعها والوسط نتاعها عليه خلى سباس كبير واللي احنا خويا اللي كادو نقبلوهم خويا ونبوسوكم فوق منها خويا وعلى خير خويا باي باي الكان خويا يعطيكم الصحه رئيس الكاف خويا تبدل الاربيتر تعمل اللي تحب ما تخليش مارو اللي تبدل مو ذي على الكل تعملهم صحاح ما عادش يواكلوا خبز مادام عبيتها بقليب باللي يكون بكل شيء مواضيع على الكل مادام طرحوا في عنا ده احنا ترشحنا للمي فينال هذاك المفروض الاتاك خويا اللي اهم حاجه سورتو ثلاثي الاتاك اللي هبط اليوم برشا عباد حكيت قالت المساكني والخزري تصير مشكله ما انا نعرف وعاد كتعطاهم مع بعضهم كل واحد اللي شد فيهم كوره ويعبد الكوره تخوف شويه الامور سورتو تكور كاردي فينال لكن ظهروا بوجه ديفيرون جمله واحده وجه مختلف العباد اللي تكور على خاطر ماريو ما عادش كور على خاطر رويح هذيك الحاجه الباهي سورتو تفرج المساكني ولا الخزري اللي ولاو عاد يعملوا في الرول ديفونسيف نتاعهم ولاو الرول الدفاعيين ولا خويا يطلعوا يقدموا ويفكوا التالي ويقدموا خويا في البلوس التالي مساندة دفاعية خويا ما مريتيش في طرح ماتشات اللي فاتوا ريتها طرح اليوم ريت المساكني خويا يرجع ويفك التالي هو الخزري قلت شما صاير بالك هما الموضوع انا في باليش بيه ظهر لي جيريس قالوا هذاك بث تجريبي حبيت نعطيكم فكره خايبه على ليكيب ناسيونال راب ليكيب ناسيونال شطر بها هكا طرح السنغال وخير واكثر تمام الصح الخنيسي موضوع اخر جمله واحده الخنيسي ما منيش نصدق الخنيسي والله اللي مصدق الخنيسي ظهر لي كاميرا كشي ولا موضوع عاملينه يا اخوي تبارك الله الخنيسي بالرسمي تبارك الله الخنيسي اللي ما عملوش في الاسبيرانس عملوا مع ليكيب ناسيونال اليوم بالحق قليب يجري يبريسي يطلب كره في الظهر يروح فوتيت عملهم كل شيء عملوا في مدغشقر ومن طرح غانا راه قلقهم فددهم عيفهم في رواحهم ديفونسيرات مدغشقر سورتو انك في كل فوت ينجم يجيب لك كارتون الديفونسير نتاعها ولا الوسط نتاعها ترجعلك بالفايده كيك سورتو انك تروح فوتيت قراب وبعاد واللي هو كيف ترجعلك بالفايده حاجه باهي يوريك حاجه اخرى انا في الكونتر ولا جواليت ما عادش تحب رواحها ما عادش تحسد بعضها شفتوا اخر كونتر تاع الخزري كيف جات كيف مشى الموضوع كيف سليت تلعب كوره وعطاه لبرجوليه قلت لي كيب ناسيونال فاست بث تجريبي طلع موضوع صحيح مواش كذبه ماش تفاد ليك عملنا فهم كل شيء اليوم بالحق عملنا فهم كل شيء الحمد لله ترجعنا للدمي فينال لعبه مازلت اليوم بارابور ما شفت اللي فاتوا عملنا وي تير كادري على الكاش حاجه باهي نحكي كادري مش تير مش عدد التير اللي عملناه في طرح كامل نحكي وي كير كادري على الكاش فوسط الكاش فما حاجة تعجب قاعدين نتطور وعملنا طرح كبير باللي يكون مدغشقر صحيح وسط كاردو فينال طرح اليوم غايبة صحيح ايه احنا نستغلوا خويا ماذا بينا خويا ما لازم حاجة اخرى باش ما ننساهاش اللي جوالات تعطيهم الصحة بالحق والله فرحان اللي في 3 ايام ريكوبيريو خويا وحضروا للماتش وما ضرش برشا تعب طرح اليوم صحيح في الاخر ضر تعب باللي يكون وعجبني جيريس اليوم في اللي شونجمون اللي عملهم مخو تحل فهم موضوع فهم شونجمونات زيد يعمل فيهم هبط العواضي خوي زيد عطاه ثقة أكثر في الوسط هبط خوي السليتي كيف نفس الموضوع دريقة كيف لي شونجمون باللي يكونوا مقبولين عجبني فيه الموضوع هذا مش هبط لي شونجمونات خوي ما أنا نعرفه خوي الباقي ما غير ما نحكيه فيه الموضوع اليوم خوي باللي يكون طرح أكسبتابل وفرحان بيه علخ نزم طبعا نقول لي كاميرا سينال رابحة وجوها بيه وفرحة لهنا خوي على الخير من القلب الحمد لله يا رب اذا كش نقول دمي فينال مش يكون سهل مش يكون تروح كونتر السنغال بقدره ربي ترشحان انا بوتوس تلخر فيديو تاع معليك نقول لك بسلامه ونتقابل في فيديو اخر في الامان